يقول بالنسبة لشق السؤال الأول فضيلة الشيخ، إذا لزمت الفدية فقد تصل إلى 3000 ريال، هل أتصدق بها مالا على فقراء الحرم أم أجعلها فدية دم؟ هذه مبالغة، لا تصل الفدية إلى 3000 ريال، يقصد عن مجموع الأشخاص التسعة. إذا كان عن يعني عدة فداء عن أشخاص، نعم، فلا يجوز إخراج القيمة، لابد من الذبح، إخراج القيمة لا يجزي عن الفدية. يقول كان ضمن الأسرة وقت الحج 4 لم يبلغوا سن الرشد، فهل عليهم فدية؟ إذا حجوا واعتمروا عليهم فدية التمتع، وإن تركوا واجبا من واجبات الحج فعليهم فدية البدل، بدل ترك الواجب، ولو كانوا صغارا، عليهم ما على الكبار. نعم.